طب زياد متفق معاهم زياد في الكلام طبعا ان ماتش الفاينل بيبقى منتال، مش بس منتال وكمان سبيريت، يمكن انت ممكن تبقى متوتر ولكن مع الروح العاليه والسبيريت العاليه ممكن تغطي على حته التوتر، كلام تتفق مظبوط معاهم؟ طبعا. اه طبعا، هو في الماتش الفاينل دايما بيقولوا لنا قبل اي ماتش فاينل، مش ده بالذات يعني، قبل اي ماتش فاينل احنا يعني من الاخر اللي اتمرن اتمرن، دي ما بتبقاش لعبه نذاكر ذاكر. تمرين. ايوه زي ذاكر ذاكر، دي بتبقى لعبه منتن، حاجه نفسيه. فاحنا كابتن ديب يعني قعد معانا بصراحه بقاله سيزونين لحد دلوقتي، السيزون اللي قبل اللي او ثلاثه كمان، فهو كله متراكم، شغل متراكم. ابتدينا من 3 سنين بالظبط، ابتدى يعلمنا ازاي في الاوقات الكريتيكال دي نبقى هادين، المنتل ستيت بتاعتنا كويسه، ودايما كان بيقول لنا كولد مايند هوت بودي، يعني عقلك بيفكر بطريقه زي يعني هادية هادي وفي نفس الوقت جسمك سخن. بس ف عقلك بارد، حلوة عقلك عقلك بارد يكون بارد وجسمك سخن، بس جسمك سخن عشان اللي بيكونترول العقل، ما ينفعش ايوه العقل يبقى طبعا. سخن. فالموضوع ده بقى فرق معانا جامد، واحنا موضوع ان احنا ما بنكسبش الفاينل ده بقى لنا 20 سنه، انا يمكن بقى 3 سنين او 4 سنين فما حضرتش اللي فات، بس ال3 سنين اللي قبل ده او ال4 سنين كنت دايما في الماتش الفاينل بحس ان في حاجه ناقصه، احنا كنا بنخسر على ماتش فعلا ما كنا بنستغرب معظم الاوقات تغلط كده، بس احنا كنا بنبقى متمرنين وجاهزين فما كناش بنعرف ايه المشكله. حاجه تانية مهمه جدا، ايه بقى الفيزيكال بتاعنا بسبب المعد البدني بتاعنا اللي جالنا السيزون ده، مين بقى، ما لازم نقول اسمه، كابتن نشكره بلال كابتن بلال، طبعا كابتن بلال يعني لازم نشكره الصراحه طبعا شغل عالي قوي ما شاء الله، الله يبارك ده برضو فرق معانا جامد، الواحد نزل الميه فايق يعني، الواحد فعلا فايق، في فرق يعني، في فرق فعلا ما بين حاسس. السيزونات اللي قبل دي طب هو والسيزون ده. اشتغل معاكم في الميه ولا بره الميه؟ يعني الاختلاف كان في ايه؟ لا بره بره الميه؟ الميه، بره الميه، بره الميه، بره الميه يعني كان بس، حته الاعداد البدني فرق الاعداد معاكم. البدني والاعداد النفسي. وكابتن وليد عزت طبعا من اول يعني، يمكن السيزون ده بديه من شهر 11 السنه اللي فاتت او شهر 10 او شهر 9 مش فاكر، زمان قوي من يعني زمان قوي. في السنه الا، فكان بقالنا بالظبط 9 شهور بنشتغل على كل حاجه، على النفسي على البدني على التاكتكس على كل حاجه. ف طب انت من وجهه نظرك يعني ايه اللي كان فارق مع الفريق، او ايه اللي كابتن وليد عمله السنه دي وحس ان في حاجه، يعني مثلا ممكن مدرب يقول لك لا انا كنت شايف ان الدفاع السنين اللي فاتت كان اضعف فانا بدات اتك على الدفاع، ممكن يقول لك الهجوم، ممكن يقول لك اللعب السريع، ايه اللي انت شايفه السنه دي كان فيه ستريس اكتر من كابتن وليد؟ انا وجهه نظري اول حاجه احنا طبعا ما بنكسبش بالهجوم، احنا بنكسب بالدفاع، برافو. فدي اول حاجه. تاني حاجه بقى فرقت معانا جامد جدا ان بنلعب جماعي، يعني بنلعب فرقه واحده ما بنلعبش لعب فردي من الاخر.